وسهلا. اهلا استاذ نور، تفضل طلبك، تفضل تفضل. اشكركم اخواني الاعلاميين، اشكركم موظفين واعضاء شركتنا الموقره لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقيه الاستثمار مع الاستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. اعتقد ان مهمتي انتهت استاذ نور. نور؟ انا نور يا ثامر، نور اللي رشيتها قبل لما كنت تحسب اني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق الإيميلات اللي عقدها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني اركب معك اني حسيت انك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق 2 شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما أدري شو أقول لك صراحة، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل أمانتك. أمانتي ما أخذ عليها فلوس. مع السلامة. ادعيت إني محاسب بسيط، واكتشفت إن فيه رشاوي ومشاريع وهمية وفساد ما لا أول من تالي، وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله واشرب مويته. أجل نور عساف ها؟